أنه لما تأتي من عند الله سبحانه وتعالى ما نقدر نديرو حتى حاجة. ولكن بدون ما ننسى يعني من بين الأسباب يقدر يكون كذلك الإنسان. الإنسان كذلك يقدر يضر بالطبيعة. هنالك العديد من المواطنين نشوفهم يعني يروحوا الغابات ويتركوا أشياء لربما تشتعل. فكيفاش ننصح هذه الفئة على المواطنين هكذا باش نحميو الطبيعة تاعنا؟ لا أنا تكلمت على التربية وتكلمت على المواطنة، وهنا يجي دور الجمعيات في فيجيلونس في حماية الغابات على غرار مثلا المنظومة الكشفية اللي تقدر يعني لأنها تستعمل مساحات كبيرة في التخييم إلى آخره، في الغابات الجمعيات المتخصصة اللي في البيئة إلى آخره، هذا كلهم لازم يكون هناك برامج بعيدة المدى، مش فقط لما يجي الصيف. وعلاش ما تصراش الكوارث في الشتاء من خلال الفيضانات إلى آخره؟ فلهذا لازم يكون عندنا جمعيات مختصة في حماية البيئة وفي حماية الطبيعة، ويكون عندها الموارد ويكون عندها ناس مختصين، وهي اللي تدير التوعية والوقاية وتستثمر في المجتمع أنه كيفاش المجتمع يحمي هذه الثروات ويحمي الغابات إلى آخره. ما نتكلمش على الغابات، نتكلم على الثروة تاع البحر نفس الشيء، كاين كوارث موجودة فكيفاش نحميها؟ ولكن اليوم الأولوية أنا نتكلم على الغابات، فلهذا الإنسان كذلك هو مسؤول بالدرجة الأولى. كيفاش نرجعه إيجابي مش سلبي؟ هذا يطلب برامج ويطلب تكوين ويطلب إعلام ويطلب توعية إلى آخره. يعني دائما هنا نشوف أنه دائما نعود نلقي اللوم على الإنسان، ما هوش لوم ولكن تحميل المسؤولية. مسؤولية لأنه الغابة هي حق، في نفس الوقت واجب أنك تحميها لأجيالنا، مش فقط قال الحماية المدنية هي اللي تحميها، لا كلنا حماية جت في النار يعني كلنا مسؤولين. نعم، ومصالح الغابات تسهر ليل ونهار في وطول السنة أنهم يحموا الغابات من عدة عوامل طبيعية ومن عامل الإنسان من التخريب إلى آخره، ولكن المواطن هو الأساس، هو الركيزة، كيفاش هو اللي يحمي على هذه المساحات كما يحمي داره، لأنها يعني جزء منا. ما نقدرش قال لها خاطيتني هي بعيدة عليا، لا العكس.